ايوه انا عندي سؤال. اتفضل. هل احساس الاوبشن بتاع الانفصال واحد من اسباب الانفصال؟ يعني كتير قوي ما بنسمع العيب مش فيكي، انا المشكله عندي. المشكله لا، ده الحل، ده الجمله الشيك قوي دي، شيك قوي بالظبط، ده عشان اسيب بشياكه يعني، او انهي بشياكه وننهي بسرعه، والعلاقات ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. انا سؤالي اللي عمال ادور راح حواليهم ومش حدش بيجاوبني ليه النهارده، ما اعرفش، انا هشتكي للجماهير. المجهود المطلوب مني، انا دايما بحترم المجهود الشخصي قبل المجهود بتاع الطرف الثاني، المجهود المطلوب مني في العلاقه عشان العلاقة لو بمعايير العلم كده اللي دكتورة رشا شاركتنا بيها تكمل، ايه المطلوب؟ ايه المجهود الاقل مجهود مطلوب؟ اقل مجهود ان انا اكون شاري البني ادم اللي قدامي عشان اقدر اغير من نفسي، عشان اقل مجهود الواحد محتاج يعمله علشان يحافظ على شكل العلاقة انه ما يفكرش هو ادى قد ايه، ولا هو بيضحي او بيجي على نفسه قد ايه. لا، هو المجهود الطبيعي ان انا المفروض ادي وما استناش. ده لو انا شاري البني ادم اللي قدامي وعايز اكمل مع البني ادم اللي قدامي. دايما بقول انك اول ما بتبدا تشوف العيوب هي دي بدايه النهايه. فبلاش نبدا عينينا تشوف العيوب وما نعودش عينينا تشوفها العيوب، ولا نبقى شايفينها واعيين بيها. لا، لان احنا لو شايفينها واعيين بيها نفضل دايما نفكر نفسنا بيها انه عنده عيب وانا مستحملاه، او هي عندها عيب وانا مستحملها. العلاقه هي شراكه، ده مشروع ما بين اتنين، كل واحد عليه مجهود لازم يعمله، مجهود من الشخصين، من الطرفين. والمجهود ده لما نبدا نفكر فيه ان احنا بنبذله بيبدا ياخد من طاقتنا الى اقصى درجه حضرتك ما تتخيلهاش. عشان كده بلاش نفكر دايما في المشاكل قد ما نفكر ازاي نقدر نتعامل معاها، ازاي نلاقي لها حلول، ما نفكرش ان احنا عندنا مشكله. وهي دي اغلبيه فشل العلاقات، انك بتلاقيهم دايما وابدا بيبصوا على اللي مش موجود، لكن كل اللي موجود بننساه، او بيبقى بعد كده امر واقع بالظبط، بنتعامل معاه هو حاجه خلاص، ده الطبيعي، ده الاساسي. احنا هنروح فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نسال على السؤال المنطقي اللي يخص هو العلاقات اللي بتنتهي بدري، او العلاقات بلا مسؤوليات، الموضه اللطيفه الجديده السهله اللي ناس كتير بتعتقد ان ده الشكل الاسلم للعلاقات، وانه ولا وجع قلب ولا بلا وجع دماغ، وانه الارتباط بمشاكله وبتحدياته اللي الناس دي بتقولها بلاش منه احسن.